أخبار اليوم. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، مشاهدي بوابة أخبار اليوم، حلقة جديدة من شارع الصحافة. ومعنا اليوم الكاتب الصحفي الأستاذ محمد بكري، نائب رئيس تحرير أخبار النجوم، يطلعنا على أهم العناوين التي تصدر بها المجلة هذا الأسبوع. أولا نرحب به. أهلا وسهلا حضرتك، ما هي أبرز العناوين التي تصدر بها المجلة هذا الأسبوع؟ عندنا أحداث فرضت نفسها الأسبوع اللي فات بقوة على الوسط الفني والصحفي أو الإعلامي. بالنسبة للوسط الفني كان عندنا حفل محمد منير. الوسط الإعلامي فقد مصور زميل بعد معاناة مع المرض. يعني في عندنا عاملين ملف كويس كبير عن صور لأول مرة لدراما رمضان اللي جاي، يعني مسلسلات أول صور خرجت إحنا بننفرد بها في العدد ده لأهم المسلسلات. إذا حضرتك سوف تعلن أخبار النجوم في هذا الأسبوع بوجود كواليس كبيرة عن موضوع مسلسلات رمضان ودراما رمضان التي طبعا يعني مع بشائر رمضان دوما تطلعنا بها أخبار النجوم؟ في مواقف كتيرة ومن داخل البلاتوهات وما يدور وراء الكواليس في البلاتوهات احنا بنصورينها وعملنا عليها حدوتة كويسة، ملف كامل عن الدراما استعدادا طبعا شهر رمضان لان تقريبا خلاص احنا على وشك. في عايز اقول برضو ان من الاحداث اللي الموجوده عندنا في المجله وفرض نفسها حدثين مهمين جدا، هو عيد ميلاد طبعا الفنان الكبير يحيى الفخراني، عاملين معاه لقاء سريع، وكان في اصابه تعرضت لها من جلال فبرضو ما عاملين معها لقاء سريع عشان تطمن جمهورها. طبعا هذا هو الـ يعني ابرز الاحداث التي حدثت في هذا الاسبوع الماضي. الحفلات وبالاضافه لفقدان الزميل العزيز وعيد ميلاد نور وعيد ميلاد يحيى الفخراني، والاسبوع الجاي بقى عيد ميلاد عمر الشريف يكون في العدد معانا، حاجه عن عمر الشريف في العدد اللاحق ان شاء الله. يعني اذا حضرتك انتم بتجهزوا من الان للعدد القادم للاخبار النجوم وسوف يكون في يعني مفاجات في يكون في ملف كويس عن عمر الشريف. شيف يعني ذكرياته مع الوسط الفني عمر الشريف منذ البدايه حتى النهايه، وهذا يعني ده يعتبر انفراد لينا النهارده ان احنا نسمع الكلام. فده يعتبر حاجه جديده يعني بنعلن عنها لعدد لسه هنبدا نشتغل فيه بعد كذا يوم. يعني طب حضرتك ايه اللي ممكن تطلعنا بيه العناوين الرئيسيه للاخبار النجوم في هذا الاسبوع؟ والله بعد ملف الدراما ما بيخلص بندخل بعد كده في سكشن السينما، ففي حوار ظريف مع المخرجه جميله هي هاله خليل. هالة خليل صاحبة خطوات ثابتة وقوية في الإخراج السينمائي، يعني زميلة أمل صبحي عاملة معها حوار. ومعنا الكاتبة الصحفية الأستاذة أمل صبحي التي أجرت حوار العدد. أهلا بك يا أمل. أهلا بيكم، منورينا في أخبار النجوم والعدد الأخير من المجال. حضرتك كلمي عن الحوار اللي عملتيه مع المخرجة هالة خليل. طبعا هالة خليل مخرجة غنية عن التعريف، طبعا كان لها فيلم متميز وتجربة ناجحة جدا مع منة شلبي، دخلت في أكتر من مهرجان وشاركت فيها وكسبت، كان آخرها مهرجان تطوان بالمغرب، خدت منة فيه جائزة أحسن ممثلة عن دورها في فيلم نوارة، هو كان للمخرجة والتأليف لهالة خليل. إذا هناك تفاصيل الحوار بالكامل داخل أخبار النجوم. صفح معنا الحوار. طبعا هي كانت في الوقت ده طبعا هالة خليل تحديدا في المغرب اتكلمت فعلا عن تجربتها ومراهنتها مع منة شلبي باعتبارها انها شايفه فيها امكانيات وجينات فنيه غير عاديه. يعني هي كانت دايما بتقول في خلال حوارها انا معايا غول فني، نجمه متميزه جدا في الفن، وبصراحه كانت شهاده لهالة خليل لمنة وكمان كامله ابو ذكري من خلال تعاونها. الفيلم فعلا حقق نجاح وقبول واستحسان النقاد، ومتهيألي كمان حقق برضو استحسان الجمهور لما تعرض بشكل تجاري.
فكره كانت متميزه جدا وناجحه ورانت بيها هاله في عمل مع نوره مع منا، رغم ان هي حكيت لي عن كواليس التجربه ان كانت بتواجهها شويه صعوبه من حكايه تبني العمل انتاجيا، لان ما كانش في مخرج منتج قصدي عفوا منتج بيراهن على تبني هذا العمل، بس بالفعل كانت لاخر لحظه كانت هي هتتبنى مسؤوليه هذا العمل، وجات لهم على اخر لحظه ان شركه تبنت العمل ورهنت وحقق العمل فعلا طفره في النجاح، بالمستوى الجماهيري نجح والمستوى النقدي. وبعد كده داخلين على فيلم نواره ومنى شلبي، وفي موضوع اخر عن الضجه اللي اثيرت حوالين دراما الكبار فقط، عاملين برضو عنها تحقيق اللي هو عشان فيلم قبل زحمة الصيف حاجات زي كده، وصورة من وصورة هنا شيحة اللي فرضت نفسها برضو على السوشيال ميديا في الفترة اللي فاتت. يعني حضرتك هذا الأسبوع نرى الكثير من العناوين والأخبار الفنية والتحقيقات والحوارات التي تخص مجال أخبار النجوم تصل هذا الأسبوع. الأحداث إلى حد ما متلاحقة وإحنا بنحاول نغطيها أولا بأول. عندنا برضو من ضمن الحاجات اللي فرضت نفسها برضو هو مهرجان الهند على ضفاف النيل، وده بيعرض بانوراما هندية للفنون الهندية بشكل عام من رأس الغنى للسينما، برضو مغطيناها بشكل كويس، بالإضافة لسكشن خاص بقى بما بنتكلم عن أو كلمنا عن الموسيقى والغناء، في عندنا قسم خاص بالموسيقى والغناء صفحتين أربع صفحات ثوابت كل أسبوع فيهم أهم أخبار الفنانين، تغطية شاملة يعني، وأهم أخبار ونشاطات دار الأوبرا سواء في اسكندرية أو القاهرة أو دمنهور. إذا حضرتك يعني هناك يعني الكثير من الانفرادات الصحفية والفنية داخل أخبار النجوم، طالعنا بها أخبار النجوم هذا الأسبوع، وأكيد التفاصيل موجودة في هذا العدد. وجبة دسمة هتعجب الكراء، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الكراء وتعجبهم إن شاء الله يعني. حضرتك ونحن طبعا نشكرك جدا جزيل الشكر لهذا اللقاء. ربنا يخليك، شكرا.